السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. نتيجة الظروف الصعبة اللي عم يمر فيها السوريين، دخلت كتير من المنظمات الإغاثية بحالة تخبط، وهذا الشيء من أهم أسبابه عدم التنسيق بين بعضنا البعض. هالشي دفع البعض للتفكير بتأسيس شبكات أو منظمات كبيرة بتضم عدة منظمات ومؤسسات عاملة بالمجال الإغاثي، ليجتمعوا السوريين لبعض تحت مظلة واحدة وينسقوا سوا وبين بعض ويتعاونوا ليقدروا يقدموا للناس احتياجاتهم بدون نقص أو زيادة قدر المستطاع. شبكة إغاثة سوريا هي واحدة من هاي الشبكات والتجمعات، هي عبارة عن مجموعة من الجمعيات الأهلية والمدنية الغير حكومية العاملة بالمجال الإغاثي بسوريا ودول الجوار، المرخصة أصولاً وفقاً لقوانين بلد التأسيس أو قيد التأسيس، ومن مهمتها الأساسية أخذت اسمها شبكة إغاثة سوريا أو شبكة المنظمات غير الحكومية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بسوريا. مؤسسي ومنتسبي هالشبكة هن جمعيات غير حكومية وغير حربية وغير ربحية من مختلف أنحاء العالم. بيمتد نشاط الشبكة ليشمل كافة أراضي سوريا وأماكن تواجد اللاجئين السوريين. بيتلخص مهام الشبكة بعدة نقاط: العمل على بناء استراتيجية موحدة للمنظمات غير الحكومية بما يخص الجانب الإغاثي. 2. تنسيق الجهود مع المنظمات والجمعيات التانية العاملة بالمجال الإغاثي. 3. تشكيل قاعدة بيانات لكل الأضرار المادية والبشرية اللي صارت بسوريا مشان تشكل أساس ينبنى عليه فيما بعد خطط توزيع الإعانات والتعويضات للمناطق المتضررة والمنكوبة. أربعة، رسم خريطة شاملة للمناطق المنكوبة ووضع تصور موحد لآليات توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية. 5. رفع قدرات وكفاءات الكوادر العاملة بالمجال الإغاثي. 6. التعريف بالوضع الإغاثي والإنساني وحشد الرأي العام العربي والعالمي لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية. 7. المساهمة بصياغة السياسات العامة والقوانين الخاصة لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية بسوريا. 8. العمل على تشكيل إطار قانوني معترف فيه من منظمات الإغاثة العالمية والمؤسسات الدولية المانحة. وتجسيداً لهي المهام، عملت الشبكة مؤخراً عدة دورات تدريبية للعاملين بالمنظمات الإنسانية، منها دورة الأمن الرقمي اللي تمت بمكتب الشبكة بريف حمص الفرحانية الشرقية وعلى مدة شهر. قدم الدورة المدرب الإعلامي باسل عز الدين بحضور 13 متدرب من المنظمات والهيئات والمجالس المحلية الفاعلة بالمنطقة، وكمان دورة تدريبية بعنوان الإطار القانوني للحماية على مدى يومين بمحافظة درعا مدينة نوى، وحضر الدورة 16 مشارك بمثلوا المجالس المحلية والمنظمات الفاعلة بالمنطقة. هدول نماذج عن دورات عم تعملها الشبكة للعاملين بالمنظمات ليوصلوا لأحسن تنسيق بيناتهم لخدمة الناس اللي مستنين منهم أنهم يكونوا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.